هذا بصير معروف انه البنت قادره تكون لعبه فوتبول وقادره تتخطى اكثر من 100 شاب. حلمي انه اصير لايف كوتش واقدر ساعد اكبر عدد من الاشخاص اللي بيعانوا من انكزايتي او ديبرشن. انا حلمي اني اصير دكتوره، بس مش اقعد بمستشفى وخلي الناس عن جد اللي ما بتقدر ما تجي على المستشفى. انا بدي اكون مع الناس بوجعها، شاركهم وجعهم، كون مع الفقير قبل الغني. حلمي يصير لاعب باسكت. ليه ما بنعمل تلفريك على مطار بعدران من دون ما نمس باي ثروه بيئيه، وبنعمل من المرج حميه سياحيه بتقصدها الناس لانه الناس كثير بحاجه.